Hola amigos, guess who's back? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais très bien, alhamdulillah. Nous sommes bien, 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 bien. Alors, où est-ce que alhamdulillah. رمضان مبارك سعيد نتمنى يدخل عليكم بالصحه والعافيه نتوما والديكم وخوتكم وكاع العائله ديالكم اول حاجه قبل ما نبداو لا فيديو كي تري تري انتريسون بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديو الاخر عجبكم بزاف ولو تعجبكم كاع الفيديو اللي عندهم علاقه مع التريدينغ اللي عندكم علاقه مع الاي كوميرس المهم ربح المال على الانترنت داكشي كامل تعجبكم الحمد لله انا فرحان لان كنحس براسي لقيت داك الطريق اللي بغيت نكمل فيه واللي كيعجبني نكمل فيه دابا كندير لا فيديو وانا فريمون فرحان غنبارطاجي معكم واحد البلان واعر بزاف قليل فيكم اللي غيكون عارفو ولا عارفينو ولاني ما عرفوش تستخدموه انا ان شاء الله غنوريكم مزيان كيفاش تخدموه وكيفاش تحققوا منه شي شويه ديال الفليسات وين هادشي كامل ان شاء الله مورا الجينيري avant ما تكملوا لا فيديو وما نبداوها بلوتو خليكم معايا غتكون واحد المفاجاه في الاخر ديال لا فيديو دونك ريستي برونشي وتفرجوا ويلكم باك دونك فوالا ديجا انا فرحان بزاف الناس اللي خداو لا فورماسيون ديال مسيو مصطفى بالخيار وداروا لافيلياسيون كما وريتكم وحقوا ارباح واعره بزاف دونك قلت لكم كو سي فري الحمد لله والله فرحت لكم بزاف فرحت لان بنادم ربح بنادم فوالا دار العقار خلاص اللي ما كانش دار لافيلياسيون استفد من لا فورماسيون راه كيتريدي والحمد لله عجبو الحال هادشي كامل مزيان وفرحني دابا غادي ندوزو لو سوجي ديالنا الحالي هو لو سيت فايفر دونك كما قلت لكم شي ناس غادي يكونوا عارفينه وشي ناس ما يكونوش عارفينه انا هاد لو سيت هذا بديت فيه تقريبا هادي واحد 6 موا جو بونس باش بديت كنبيع ونشري فيه لو سيت لي زوين فيه سيكو ما خاصكم لا راس المال لا فلوس باش تبداو لا حتى شي حاجه خاصكم حاجه وحده هي اون كومبيتونس اولا دي كومبيتونس اولا باللغه العربيه هي مؤهلات شخصيه اولا احترافيه اولا اللي بغيتو المهم تكونوا كتعرفوا كديروا شي حاجه هاد لا فيديو مديرها غير الناس اللي باغيين يخدموا وعندهم كتاف والسنطيحه اوكي نفسر لكم لو برينسيپ هاد لو سيت هذا شنو كيدير تيحط هو انترميديير يعني باللغه العربيه سمسار سمسار ما بين شكون ما بين الناس اللي تيقدموا الخدمات وما بين الناس اللي باغيين الخدمات يعني انت مثلا باغي دير ان سيت ويب باغ اكزومبل ما كتعرفش ديرو كتمشي تدخل فايفر كدير ويب سايت كرييتور شي حاجه بحال هكا اولا اي كوميرس ويب سايت كتبغي لي موكلي ديما الكيوردز هما اهم حاجه تيخرجوا لك ديك الساعات تيخرجوا لك بزاف ديال مزودي الخدمات وكتمشي تشوف انت احسن واحد حنا هادشي كامل غادي نشوفوه نيشان في ليكرون ونفسر لكم كيفاش كنديروا نختاروا مزودي الخدمات اولا كنتي انت باغي تكون كتبيع الخدمات ديالك دونك عندكم جوج ديال البروفايل اللي بغيتي اما باير يا اما سيلر يعني غتانتيريسيكم بجوج وهذا لو سيت اللي تيكون فيه زوين سيكو تيكونوا فيه اثمنه رخاص يعني انت الا كنتي باير وباغي تشري باغي تقدم مثلا ان سيت ويب انا كنت جربت واحد لو سيت ويب اي كوميرس سيت ويب شوبيفاي ديالي شخصي كنت قديتو عند هذا عطيتو شي 50 دولار صايبوا لي ديريكتومون داكشي واعر قلت له صلح لي هادي طفطف بخير ما ضيعتش فيه الوقت صايبوا لي في يومين دونك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت مخير لهم هذا البلان هذا وبالنسبه للسيلرز اللي عندهم كما قلت لكم كومبيتونس سهل عليهم يقدموا هذه الخدمات انا باير او سيلر او ميم طون في هذه البلاتفورم هذه تنشري فيها اي تنبيع فيها خدمات كيف ما غنوريكم دابا ندوزو ليكرون دونك فوالا هي لا باج داكو ديال فايفر دونك سيما غنشوف معكم لا بارتي ديال الانسكريبسيون باسكو لي تري تري سامبل ممكن قاعد دير الانسكريبسيون غاب سميتو غاب فيسبوك ولا بجوجل دونك هذيك سهله غتشوفوها راسكم دونك فوالا غادي نشوفو تو بروفايلز كيما قلنا عندك سوا السيلر سوا الباير دونك هنايا تيقول لك سويتش تو سيلين دونك يعني راني في البروفايل ديال الباير دونك فوالا بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو من هذا لو سيت محتاجين ان سيرفيس افيك ان بري ريزونابل فوالا كتجي لهنايا كتلقى كاع لي كاع سميتو لي سيرفيس اللي كاينين اللي موجودين ولا كنتي باغي تقلب على شي حاجه سبيسيفيك مثلا نفرضوا كو انت باغي تكري ان سيت ويب عندك دي برودوي باغي تكريهم باش تبيعهم دونك كدير مثلا ويبس اي كوميرس ويب سايت اي كوميرس ويب سايت هكا فوالا غادي يخرجوا لك بزاف ديال لي زوفر
عندك فوالا عندك هذا اي ويل بويلد يور اي كوميرس ويب سايت بروفيشنالي اون لاين ستور. المهم كاملين هنايا غادي تختاروا احسن واحد فيهم غتشوفوا على حسب لو بري اللي كيناسبكم بيان سور. هذا 66 اورو هذا 75 18 104 حاجه مهمه في لي دو بروفيل ديال السيلر وديال الباير خاصكم تهتموا بهاد النجمات هادو هما اللي كيتسموا ويتين ستارز اولا التقييم باللغه العربيه. وهاد لو شيفر اونتر بارونتيز هو شحال من مبيع حقق في لو سيت ديال فايفر. دونك انت بيان سور خاصك تقلب على شي واحد اللي غيدير لك خدمه مزيانه يعني ملي كتجي تشوف مثلا هذا بايع 915 صافي دير كو عنده ليكسبيريونس اي بزاف الناس تاقوا فيه وسراو فيه سراو منه. هنايا عاوتاني كتلقى عنده 4.9 نجمه على 5 ديال النجوم الماكسيموم هو 5 ديال النجوم يعني هذا راه فريمون شي واحد واعر ولو بري ديالو الي ريزونابل 18 اورو مزيان. دونك غادي نبرك عليه كيديك لاباج الاخرى دونك تتشوف سكي بروبوز كتقرا about this gig gig هو البرودوي كتقرا شنو تيكتب هنايا شنو الديتاي ديالو عندك هنايا لي بري. دونك هنا بري بازيك تيقول لك غادي انستالي اي ندير لك ان سيت اب بازيك ديال هو كوميرس ولا شوبيفاي في السيت ديالك تيوريك شنو كاين. هنا كاين ستوندار هنا كاين بريميوم دونك انت كتختار اللي كيناسبك ولا على حسب داكشي اللي كتقلب عليه. دونك هنا ممكن تلقى اي واحد يدير لك اي حاجه في لو سيت. ممكن مثلا تقول له مثلا باغي تصايب مثلا شي فيديو ديال الطياب مثلا انت عندك شي شين ديال الطياب وكدير لي غوسيت بغيت شي واحد يصايب لك ديك لا غوسيت في لا فيديو غدير مثلا كوكين فيديوز بحال هكا فوالا فوالا غتمشي لاي وحده مثلا نمشي لهاد الاولى هادي اي ويل كرييت كوكين فيديوز بالنسبه لك. دونك كتشوف لا فيديو اللي كيبروبوزي هادي شي شين فان فوالا داكشي بروفيسيونيل زوين واعر تشوف لي فوتو اللي كدير داكشي فريمون زوين عندها. دونك هادي سميتها ارزي 2018 سميتو كتحسب لو سيرفيس 37 اورو تقريبا 400 درهم. دونك الى عجبك تدير كونتينيو او فوالا كتخلص عندك سو باي بال سو فيزا سو ماستر كارد دونك عادي وي كتكمل خلاص. دونك سي فريمون فاشيل شي اخر. دونك هذا بوغ بالنسبه للناس اللي باغيين يشريو. دونك اللي كيهمنا اكثر هو بالنسبه للناس اللي باغيين يبيعوا. انت عندك واحد الخدمه واحد لو سيرفيس باغي تقدمو عندكم واحد الكومبيتونس واحد المؤهلات تقدر تجيب منهم شويه الفلوس غادي تجي تبروبوزيهم هنايا. دونك غندير سويتش تو سالين كما كتشوف هاد الجهه هادي اي غادي تحطك في لاباج ديال المبيعات ديال شنو كتبيع وشنو حققتي. دونك كما كتشوف معايا هنايا عندي جهه هاد لي ميساج عندك فوالا البروفيل ديالي امير كرياتور عندك هنايا ريسبونس ريت 92% يعني لو طو ديال لي ريبونس ديالك ديال الاجوبه واش كتجاوب دغيا واش كتجاوب معطل. انا كنجاوب دغيا ديليفرد اون تايم 100% اوردر كومبليشن عندك 100% يعني كنكومبليتي لي اوردر كاملين اللي كيجيوني ملي شي واحد كيشري من عندك. دونك كيتسمى ان اوردر. دونك كتمشي لهنايا سميتو عندك مثلا عندك هنايا الداشبورد فوالا هنايا هو هذه هي الداشبورد اللي حبس اللي واقفين عليها عندك لي ميساج هنايا عندك الاوردرز ديالك. دونك هنا كتشوف ما عندي حتى شي اوردر حاليا محلول لي اكتيف لي خدام عليه ها هو هادو لي زوردر كومبليتد يعني هادو لي زوردر كاملين اللي بعت انايا عندي تقريبا 20 من نهار بديت هادو لي انوليت لي انا انوليت فوالا. دونك هادشي كامل انا فوالا هادشي اللي بعت هادشي اللي حققت. دونك غادي نمشيو لهنايا عندك عندك الاناليتيكس كيعطيك الستاتيستيك ديال المبيعات ديالك وكلشي عندك هنايا توتال ايرنينغز ربحت 590 اورو تقريبا 6000 درهم عندك هنايا شحال من اوردر عندي 20 اي الافريج سيلين برايس يعني شحال كتبيع تقريبا البروداكت ديالك هنايا ايرنت ان ماي الوغ في ماي مازال يلاه بدا دونك ما حقق حتى شي مبيعة دونك فوالا هنا كيعطيك الجرافيك ديال المبيعات ديالك اتسيتيرا ايه. المهم هذاك الشيء كامل تيقول لك منين كيشري. دونك انا عندي 8 في اليونايتد ستيتس عندي في شنو 8 عندي 8 في اليونايتد ستيتس عندي في واحد اسبانيا عندي 5 في المغرب عندي واحد في المانيا عندي واحد في الانجليز وعندي جوج في تركيا هادشي اللي كيبينوا لي دابا فوالا. دونك هنايا كتمشي الايرنينغز الارباح ديالي غنوريكم الارباح. دونك عندي نت انكم هي 624 دولار
اللي خرجت هي 428 دولار اللي خرجتها ديجا. حاليا عندي هنايا بيندين كليرنس. شنو كتعني؟ هما لي زوردر اللي تتراو من عندك اللي داروا من عندك اي اون فيت تخلصوا وليفريتهم ولاني مازال الفلوس ما دازوش لعندي. اون فيت فايفر تيحمي المشتري ديالو. وكاو مثلا مشيتي سيرتي عند شي حد ونصب عليك اولا ما دارش خدمه مزيانه ما كيوصلوا الفلوس حتى من بعد سيمانه. يعني واخا انا كنسالي خدمه من بعد سيمانه الفلوس عاد كيوصلوني دين. وكاو تشكى شي واحد وقع شي مشكل دونك كما كتشوف هنايا يا كليرين غادي يوصل حتى لو 14 ماي عاد نتخلص فيه. هذا راه كوموندا يلاه البارح ولا البارح. هذا 14 ماي هذا 13 ماي هذا 13 ماي فوالا. هادو هما اللي خايف فايفر سي كو بالنسبه للسيلرز كيدي معاك معانا بورسونتاج بزاف. يعني تقريبا مثلا انا كنبيع ب 35 دولار يلا كتوصلني 28 دونك شوف شحال كيحيدوا ليا. مي بون كتقول اللي جات مرحبا بها 28 احسن من والو فهمتوني. دونك فوالا هذا هو لو سيت. دونك ملي كتبغي كتكري ان برودوي كدير هنايا كتجي هنايا كدير كرييت ا نيو جيك فوالا كدير جيك تايتل اي ويل دو سامثين ام ريلي جود ات. هنا غادي تقول اي ويل مثلا غتحيدك اي ويل حيت ديجا مكتوبه اي ويل كرييت ولا اي ويل ديزاين لوغو فور يور براند. غادي نكري لوغو باللا مارك ديالك فوالا. انا غدير كاتيجوري جرافيك ديزاين. هنايا غدير تاكس. دونك التاكس مهمين بزاف هما الكيوردز اللي تيخليو الناس يقرا لكم. بحال قبيله درنا بغيتي تكري ويب سايت بغيتي شي واحد يكريها كدير ويب سايت اي كوميرس فهمتيني. دونك هنايا غدير لوغو لوغو ديزاين ديزاين حركه مهم براند حركة مهم. غتبقى تكمل في الكيوردز ديالك غدير سيف اند كونتينيو. قال كاتيجوري سبليمنت كانت بي ام انتي شي حاجه نسيتها انا هادي. دير مثلا هنايا براند. المهم على شي على حسب شنو غتبيع نتوما. انا غير كنوريكم فوالا. دير سيف اند كونتينيو فوالا. غتمشي مثلا دابا البرايسين كيديك البرايسين يعني هو الاثمنه اللي غادي دير. دونك هنا غتسمي الباكيج ديالك يعني سميت البرودوي ديالك. دونك غتسمي لوغو ديزاين فوالا. غدير ديسكريبسيون حنا غنوريكم داكشي رابيدمون. ديليفري تايم غدير 2 دايز مثلا. ريفيجن غدير مع ريفيجن الا مثلا ما عجبتكش الحاجه كتقول له نعاود نشوفها لك. غندير مع مثلا هنايا جوج غندير شنو غندخل في هذا لو باك. المهم غتشوف شنو غتدخل فوالا. وغدير هنايا البرايس غندير مثلا 10 دولار. انا واحد الحاجه مهمه غنعطيكم واحد النصيحه اللي انا درتها سي كو حاولوا تخدموا في الاول العصر المبيعات الاولى حاولوا تخدموهم فابور. علاش؟ باش تحاولوا تجيبوا الناس عندكم يتانتريساو ليكم. اي ماشي فابور ما نقولكش اصلا تبيع هنايا فابور غدير المينيموم هو 5 دولار ياك. دونك من الاحسن في الاول حاولوا تخل زعما يكون داكشي فريمون رخيص بزاف باش الناس تشجعوهم يجيو يشريو من عندكم. لان اهم حاجه في فايفر هما دوك ريتين ستارز اللي قلت لكم التقييم. كل ما التقييم كان عندكم طالع وكانوا عندكم مزيانين كل ما انت كطلع في لاباج دو ريشيرش كطلع ما بين الاوائل فهمتيني. دونك في الاول ضحي فهمتيني خدم فابور. راه هذا هو لونتربرونيا دائما خاصك تعطي في الاول فابور باش كيرجع لك داكشي ان شاء الله من بعد. دونك صبر انا كدرت حتى من بعد باش كنحقق مبيعات بزاف. دونك فوالا دير حاول دير ان بري لي رخيص بزاف لو مينيموم. حاول تجيب الناس دير هنايا اكسترا. المهم زيد والو هادشي زايد ماشي ضروري. ديسكريبشن كان بي ام تي اوكي قال لك خاصنا نعمرو ديسكريبشن ديزاين ميرد ديزاين بيوتيفول لوغوس اوكي هاكا ويد مثلا فوتوشوب. نعطيكم غير دي زيكزومبل ماشي تمشيو ديروا هادشي فوتو كوبي. راه غير نوريكم كيفاش درت كري ماشي راه ساهل نورمالمون صافي. كدير سيف ان كونتينيو بريفلي ديسكرايب يور جيك. غتقول مثلا ام بروفيشنال ابخي على حسب لا لونغ ديال واش انت بالفرونسي ولا بسميتو بالانكلي. مي الاحسن ديرها بالانكلي باسكو كلشي هنايا تيهضر بالانكلي. دونك كدير ام بروفيشنال ما نعرف ديزاينر I can design whatever you want. Blah 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 blah. خليكم ديروا تقديم فريمون زوين. راه مهمه هاد البارتي ديال التقديم. قول انا عندي شحال عندي من عام ديكسبيريونس فين تخدم ايتترا.
خلي لي سيت ويب ديال الخدمه اللي درتي مثلا الا عندك شي بورتفوليو ولا شي حاجه دير سيف اند كونتينيو. بون قال لك 120 كلمه غنحاولوا نديروا اللي كان معايا فوالا نعمرو اي سي اوكي دير سيف اند كونتينيو. ياك ما عرفتش ما بغيناش مازال ما وصلنا 120 كلمه دابا وصلنا راه كتبان هنايا فوالا سيف اند كونتينيو بوم. ريكوايرمنت شنو خاص خاص مثلا تقول له كطلب منه شنو خاصك باش تخدم له ديك الخدمه. نقول له مثلا هنايا information about your company for example. فوالا بحال هكا المهم تكمل دير انت مثلا داكشي اللي خاصك اد فوالا سيف اند كونتينيو اي فوالا المهم غندخل ابري اون فوتو. هادشي ما غنديروش انا باسكو سي تري تري سامبل بون خاصنا نديروه باش ندير شي حاجه نيمبورط كوا نيمبورط كوا فريمون نيمبورط كوا غندير تصوير سي فوالا سيف اند كونتينيو. خاصك تكليكي على هادي كوم كوا زعما تو اكسبت لي تيرم ديال فايبر اكسيتيرا خاصك تقراهم بيان سور اولموست دير ليتس بوبليشن غادير بابليش جيك دونك هنايا غادي غادي يمشي اوكي دونك ادير دان 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 فوالا اي غتمشي للجهه ديال جيكس ديالك فوالا ها هو غادي تلقاه هنايا ثاني دونك ها هو مسيو لو جيك ادير بريفيو غادي يبان لك دونك تيخرج لك بحال هكا تصويره ديسكريبسيون ايتترا شكون انا فوالا فوالا. انا نوريكم شي واحد ديجا انا مقادو اذا ماشي واحد زعما مساقد مزيان ها هو من دوك القدام ديالي دونك اندير بريفيو فوالا. دونك فوالا هنا حط لي فوتو ديال داكشي اللي تنبيع دير لي لو بري دير 33 يورو ستاندار 80 بريميوم 160. دونك انا عندي 5 نجوم الحمد لله كاع اللي كيسالي من عندي ساتيسفي وفرحان فوالا دير هنا ديسكريبسيون شنو كندير شنو كنبيع ايتترا. دونك فوالا هادشي اللي كاين هكا تيتبان نورمالمون داكشي ديالك. هادو لي كومونتير ديال الناس اللي شارين من عندك تيقول جود سيلر هذاك كي ليفين شي با من مروكو حتى هو very pleased with the service and most of all honest guy which is very rare in this industry. تقول المهم انا زعما دري زويون وكدا وثقه هذا من اسبانيا excellent vendedor y muy atento muy contento con el servicio. تقول لك فوندر واعر بزاف انا فرحان بزاف muy contento من لو سيرفيسو. المهم هذا فرحان تري المغرب موجودين الحمد لله. هذا واحد خونا من انجليز so far all looks quite good will be able to give better feedback after a month. هذا من تركيا great and accurate signals. دونك فوالا تيخليو لي كومونتير عليكم تيقول داكشي واش زوين ايتترا. انا غادي نمشي نمحي داك لو تروك اللي عصايبنا انا وياكم نيت هي هذيك مالكم كيفاش ديروا تسبريميو فوالا كدير هاد العيبه هادي ديليت تكعد عليا اي سي بارتي تيبقاو لك غير ديرو لك فوالا. دونك هذا هو لو سيت سي تري 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 سامبل زوين بزاف. دونك هانتوما شفتو بعينيكم الارباح اللي درت تقريبا شي 6 شهور الخدمه هذه. مي بون عندي بزاف ديال البلايص اللي كنجيب بهم من زعما الناس اللي كيشرو من عندي سميتو لي سيرفيس ديالي. مي كتقول زعما اللي جا هو هذاك ديرنييرمون ما عرفتش واش شي واحد دار لي اشهار على لي سيرفيس اللي كندير اي جبدو كيجيوني بزاف كتلاحظوها من ماي مي جاوني شي 5 ديال لي زوردر مزيان الحمد لله. واحد 6000 درهم من هاد لوسيت هذا راه بخير. دونك تي خصك تكثر ديما لي سورس دو ريفينو بزاف ديال النواحي. دونك فوالا هادي هي لا بريزونطاسيون ديال لوسيت. ملي كتبغي دوز تشري كتعاود دير سويتش تو باين فوالا كتقلب على داكشي اللي باغي تقلب عليه تو سامبلومون سي تري 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 سامبل سيت فريمون زوين. دونك غادي نرجعو نخرجو من ليكرون ونرجعو لعندي. دونك لو سيت هو هذا فريمون ساهل ماهل غير اللي ما بغاش يخدم. دونك حاول دير اون بون ديسكريبسيون
هذه النصيحه الاولى فريمون اون بون ديسكريبسيون بين بانك ديجا خدمتي بين الخدمه اللي خدمتي ديرهم في ديك لي فوتو دير دي سيت دير دي فيديو دي كيف عطانك بزاف ديال لي زاستريمون باش تعاون وتبين الخدمه ديالكم كوراك بروفيسيونيل. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه حاول سوا في الاول طيح من لو بري دير لو بري مينيموم هو 5 دولار هي باش تجيب هذاك الخمسه ديال الكليون الاولى اولا العشره الاولى باش الناس ملي غيدخلوا يشوفك عندك خمسه النجومه. انا كنخدم ملي كنشوف واحد عنده خمسه النجومه 4.9 هذاك هو اللي كنسري من عنده واخا يكون لو بري طايح مي كنحاولوا بري غالي شويه مي كنحاولوا نمشيو زعما شي واحد اللي ثقه والناس ديجا خدموا عنده اي سميتو فوالا داروا فيه كونفيونس. ثالث حاجه حاولوا في لي كومونتير منين يسمع عندكم شي واحد يخلي لكم ان بون كومونتير دونك اسييت ترغبوه يقول له عافاك خلي لي ان بون كومونتير الا عجبتك الخدمه بيان سور باش الناس ملي يدخلوا يقراو لي كومونتير عليك يلقاوهم زوينين ويتشجعوا باش يشريو. فرانشمون سي ان بون سيت لي يجيب لكم دي ريفوني زعما من جهه اخرى مزيان كيما كتشوفوا ما كتخلص عليه حتى شي حاجه الي غراتوي gratuit ما حتاج لا راس المال حتى شي حاجه خاصك فريمون غير تكون عندك اون كومبيتونس. دونك فوالا الحاجه اللي كنت باغي نقول لكم لي مع لا فورماسيون ديال بالخياط اللي ديري كنفسرنا لكم ديك المره في اللايف سي كو منين كتعلم ملي كتعلم داك لو سيستيم تعرف تخدم به شنو كدير بحال اللي درت انايا دابا بروبوزي دي سيرفيس اون تريدينغ تنقول لهم فوالا ممكن نعطيكم دي اناليز نعطيكم دي كونساي في هذا الدومين هذا اي هما كيشريو عندي دوك لي كونساي اولا تيقول لي هاك لو كوم ديري انت جاري ليا مثلا اي كنطر انا ما مخلصتش شي حاجه ما ندير حتى شي حاجه يعني ما خسر والو اي كنبيع ديك لي كومبيتونس اللي تعلمت. هذه هي اللي كنفسر لكم مصطفى بالخياط في سميتو في لو لايف اللي كنا درنا. حاجه اخرى كاين ان اوتر سيت سميتو تريدين فيو هذا معلق اكثر بالتريدينغ اللي كتحط فيه لي زاناليز ديالك. الا بغيتو ندير عليه فيديو نفسر لكم كيفاش تيخدم دونك خليو ليا في لي كومونتير قولوا لي وي امير درنا فيديو عليه كتبوا غير تريدين فيو غادي نفهمكم. ما تنساوش تلايك يفرقوا لي لايك في هاد لا فيديو هادي باش ندير لكم عليه لا فيديو باش ندير لكم عليه فيديو ان شاء الله. فوالا سي نو عجبتكم لا فيديو لايك نسيت المفاجاه اللي قلت لكم سيكو راني كنحاول نقنع مسيو مصطفى بالخياط باش نحاولوا نتعاونوا مع دوك الناس اللي شراو لا فورماسيون اي نعطيوهم ان كابيتال ان كابيتال باش يتريديو به لان عارفين كو صعيب تلقى ان كابيتال 100 دولار ولا 6000 دولار مي غنحاولوا نلقاو طريقه. انا كنهضر معاه كنحاول نقنعو الا قدر لقينا شي سوليوشن كيما تا هو جا واحد الناس عاونوه تا هو لا قدر يعاون فريمون يعاون كونكريتمون شي واحد بهذه الطريقه هذه. المهم حنا غنشوفوا كيفاش غنديروا لهاد القضيه غنحاول نعاود انفيتي وندير معاه شي لايف نشوف واش ممكن مثلا لي ميور تريدور اللي شراو ديك لا فورماسيون à condition qu'on ait déjà fait la formation et ils ont maîtrisé le système ou أحسن واحد فيهم يقيدهم ولا المهم يعطيهم ان كابيتال باش يبداو يتعاونوا ايتترا. دونك الا كانت عجبكم هذه الفكره هي خليو لي في لي كومونتير قولوا لي واش تبغيو نديروا معاه لايف جديد ونحاولوا نقنعوه باش فوالا يخصص ان بتي كابيتال لكل المهم بور لي ميور تريدور. المهم غنحاولوا نفكروا في لو جو ونحاولوا نفكروا كيفاش غادي نديروا مع هذيك الساعات تكون لا سمين بروشين ان شاء الله نشوف كيفاش ندير. انا غنشوف على حسب الوقت ديالي وديالو. دونك الا عجبتكم هذه الفكره قولوا لي شنو ممكن تبغي نقترحوا عليه باش نقنعوه يعاون هذوك الناس هذوك اللي باغيين يخدموا في هذا الدومين هذا. غادي يكون اكسكلوزيف سور لا شين اميرز فلوغ دونك ريستي برونشي اكتيفيو داك الجرس ولا داك اش كيسميه المهم الجرس هو هذاك داك الجرس باش يطلع لكم الجديد. حاجه اخرى اللي مازال ما خدا لا فورماسيون غادي تلقاو لتحت في لابو ديسكريبسيون في صندوق الوصف لو ليان تما غادي تلقاو عندكم اون ريدكسيون ديال ناقص 70% دونك اللي مازال ما شرا يشري دغيا لان قربت تالي داك العرض. ما تنساوش تعجبكم لا فيديو لايكيو كومونتيو اي بارطاجيو ما تنساوش تتبعوني سو انستغرام لان تما غادي انونسي لكم فوقاش غندير لايف مع مسيو بالخياط اي اون طون تبعو فوالا شنو كندير في النهار ايتترا. دونك هادشي اللي كاين تابوناو الا كنتو جداد لاشين يوتيوب اي نشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله. بيس. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction.